هذا هو تفسير الآية الكريمة التي تقول: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إن آيات الله مليئة بالعبر لمن أراد أن يتبحر في ملكوت الله، فيصطفي منها ما يجعل من حياته روضة من رياض الجنة. فالقرآن هو خاتم الكتب وهو للناس أجمعين، ومنذ نزوله حتى هذا اليوم والعلماء يحاولون الاجتهاد في فهم معانيه، ومن ذلك معنى فهم آية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الواردة في سورة الإسراء. لقد حكم الله على الدار الدنيا بالفناء، وتحدث القرآن عن العديد من مشاهد يوم القيامة وحال الناس فيها، وبعث سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله إلى الناس مبشرين ومنذرين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. كان من بين الطواغيت الذين علوا في الأرض واستكبروا فيها هو فرعون، الذي بعث الله له موسى عليه السلام حتى يؤمن وقومه، ولكنه أبى وأصر على كفره وعناده، فكان جزاؤه من الله سبحانه أن أغرقه وأعوانه في البحر ونجى بني إسرائيل من كيده. فقال سبحانه في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقد نزلت الآية في بني إسرائيل إذ يخاطبهم الله تعالى في قوله: أنسكنوا أرض مصر والشام، فإذا ما جاء يوم القيامة بعثناكم من قبوركم من كل مكان، وقد اختلط الكافر بالمؤمن فلا يعرفون بعضهم. وقد أفاد الكلبي في معنى قوله تعالى: وعد الآخرة، أي وعد الله تعالى في نزول نبيه عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. وقال ابن عباس وقتادة في قوله تعالى: لفيفة، أي من جميع الجهات. وقال الجوهري في معنى لفيفة، أي اجتماع الناس من قبائل متعددة. المقصود بأن يأتي الله بهم لفيفة، أي متباينين مختلطين، ويقال عن الشيء لفيفة إذا كان ممزوجا من شيئين فأكثر. وتطلق كلمة لفيف على الجمع ولا تستعمل للمفرد كما أفاد الأصمعي، وبذلك يكون خروجهم من القبور وكأنهم الجراد المنتشر جمعا لا يتعرفون إلى بعضهم. وتحمل الآية بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما استضعف والمسلمون في مكة المكرمة وأخرجوا منها مكرهين، والصورة من الصور المكية التي أنزلت على النبي قبل فتح مكة، شأنهم في ذلك شأن موسى وبني إسرائيل. ثم أورث الله أرض فرعون مصر لبني إسرائيل بعد أن أذلهم الكافرون. تكرر المشهد عند فتح مكة، إذ دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيزا فاتحا كما دخل بنو إسرائيل على مصر. وقال الضحاك في معنى لفيفة، أي جميعا. وقيل في معنى وعد الآخرة، أي الوعد الذي تنتهي به الحياة الدنيا وهو يوم القيامة. وقوله سبحانه: لفيفة، أي ممزوجين على اختلافكم، فيجمع الله بين عباده سواء كان بيضا أو سودا، مؤمنين أو كافرين، ظالمين أو مظلومين. فميعاد الله لا يخلفه أحد من المخلوقين، وسيحاسبهم الله تعالى على ما قدمت أيديهم بميزانه الحق.